The special feature of our program for capacity building on financial investigations is that we are conducting all our activities with multiple institutions that are responsible for combating financial crimes. وهذا الدليل تم صياغته بالاشتراك مع 11 مؤسسة على المستوى الاتحادي ومستوى إقليم كردستان، وتم صياغة الدليل عن طريق مجموعة من الاجتماعات الموسعة على مدار سنة ونصف. يفصل الدليل كثير من المواضيع المتعلقة بالتحقيق المالي، أهمها توضيح دور كل مؤسسة معنية بالتحري والتدقيق والتحقيق بالجرائم التي تدر متحصلات مالية. التحقيقات المالية من البرامج الخاصة جدا يستفيد منها المحقق ويستفيد منها أيضا القاضي التحقيق والمدقق. صار تقريبا أكثر من سنة ونص احنا مساهمين مع برنامج المائدة المتحدة في موضوع إعداد دليل الجرائم المالية. تم تدريب أكثر من 1000 شخص بين محقق ومحلل وسادة قضاة التحقيق ومن بقية الدوائر المختصة سواء في المحافظات أو في إقليم كردستان. الدليل طبعاً يحتوي على مجموعة في مختصرها نقدر نبين أن هذه النقاط ساهمت هذه النقاط بمجموعها أنه عادتنا دليل كيف تتعاون هذه الجهات الساندة في تقريب وجهات النظر في القضية التحقيقية. الدليل مهم جدا بالنسبة للمحقق، تكمن أهميته في أن الخطوات التي يتخذها متسلسلة تسمح له في نهاية القضية أن يستحصل الأدلة الكافية ليعد بالنهاية تقرير متكامل عن القضية التي عمل بها للقاضي للسادة القضاة بما يسمح للسيد القاضي باتخاذ القرار المناسب. Our financial investigation project, which supports the collaboration of 11 institutions relevant for financial crime investigations, are supported by the INL office from the United States, and we're grateful for their contribution.